السلام عليكم. في هذه الحصه ان شاء الله غنحاول ندوز لكم واحد التمرين. واحد قبل ما ندوز ليه غنحاول نعطيكم واحد السؤال، عندي سؤال اضافي، قلت لك دابا حدد مجموعه النقاط في الحيط زد و زد بار كيساوي 4. حدد مجموعه النقاط بحيث زد و زد بار كتساوي 4. كيغدي لها فكر مع مزيان، شنو هي زد في زد بار؟ زد في زد بار راه هي المعيار تاع زد او كار. عرفتي علاش؟ لحقاش المعيار تاع زد راه تيساوي جدر زد جدر، سمحوا لي، جدر زد في زد بار. شوفوا 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 الفيديو الجزء الاول غتلقاو هاد القاعده في المعيار. كيف شوف الفيديو تاعنا في المعيار، في خاصية المعيار، المعيار تاع زد تساوي جدر زد في زد بار. هذي قاعدة، المعيار تاع زد يساوي جدر زد في زد بار. قاعدة هذي خاص تكونو حافظينها متفقين. ألوغ شنو غندير؟ هاد زد في زد بار غنعوضو بالمعيار تاع زد أو كاري يساوي 4. هي نورمال خاصها تكون المعيار تاع زد. أنا نعرفو ندخلو هنا جدر، أش تولي؟ يعني سمحوا لي، هذا المعيار تاع زد أو كاري. شاف أن المعيار تاع زد أوكار كيساوي 4، يعني إيش؟ يعني المعيار تاع زد يساوي جدر مربع 4، أو المعيار تاع زد يساوي ناقص جدر مربع 4، يعني المعيار تاع زد يساوي 2، أو المعيار تاع زد يساوي ناقص 2. المعيار تاع زد ديما كتعرفو نتوما موجب. إذا في الحالة غتلغيو هاد الحالة، غنديرو لا يمكن، غنديرو منه المعيار تاع زد كيساوي 2. ولكن المعيار تاع زد كيساوي 2، لكن عندكم بحق المعيار تاع زد كيساوي 2، كتفكركم في واحد العلاقة نكتب ليكم هاي. المعيار تاع زد ناقص زد أو يساوي R. شوفو في المجموعات النقط، تبعو معايا، كتقولو فيها كيقولو مجموعة النقط هي الدائرة التي مركزها أو أو وشواعها R. إلا كانت مثلا هنا زد أ، غتقول لي الدائرة التي مركزها أ وشواعها R. هذه المعيار تاع زد يساوي جوج، كتعني كتجيب لي المعيار تاع زد ناقص زد أو يساوي 2. لحقاش زد أو هي زيرو زائد زيرو إي، لحقاش زد أو راه هي زيرو. وهنا بحال كتقول كاين معيار تاع زد ناقص زيرو، عرفت؟ شد زد شد زيرو عوضو بزيرو او، هاو متافقين. مثلا هنا شنو نقولو؟ مجموعة النقط هي الدائرة التي مركزها وشواعها اثنان، متافقين؟ متافقين لحد دابا فهاد؟ شافتين. دابا نديكم سؤال اخر، تمرين. دابا نديكم التمرين اللي عطيكم دابا، فاهمين لحد دابا فين؟ فاهم انا سهل دابا هادي. قال لك في التمرين، قال لك نعتبر العدد العقدي يو كيساوي زد ناقص اي عامل زد زائد واحد، زد بار زائد واحد. قالك ما هي مجموعة نقط المستوى ان بحيث يكون او ناقص واحد عددا تخيليا صرفا؟ ارسم هذه المجموعة ب او ناقص جوج عددا حقيقيا. عطينا هو سيدي او، نكتبو المعطيات اللي عطينا. عطينا سيدي او كتساوي زد ناقص اي عامل زد بار زائد واحد. قال لك هذه مجموعة النقاط بحيث اي ناقص واحد عددها تخيلي صرف، اش غدير؟ حساب اي ناقص واحد، هاي اي ناقص واحد تساوي زد ناقص اي عامل زد بار زائد واحد ناقص واحد. نشرو تساوي زد زد بار زائد زد ناقص اي زد بار ناقص اي في واحد، يعني ناقص اي ناقص واحد. نشرنا شنو نقول دابا؟ نقول نضع
زد يساوي إكس زائد إيكغيك، و زد بار يساوي إكس ناقص إيكغيك. إذن زد زد بار هذه قاعدة خصكم حافظينها، رجعوا الفيديو السابق راه غتلقاوه، رجعوا الفيديو السابق الفيديو السابق غتلقاوني شارحها فيه. هذه تكون كتساوي إكس أو كاري زائد إيكغيك أو كاري أوتوماتيك، غديرو بحالك صافي حافظوها. زد زد بار إكس أو كاري زائد إيكغيك أو كاري تابقي. دابا غنروبلاسي، غنديرو منه U ناقص واحد تساوي زد في زد بار هاي إكس أو كاري زائد إيكغيك أو كاري زائد زد لي هادي إكس زائد إيكغيك هاهي. سمحوا لي عافاكم نعاود نكتب هادي بكادة، نعاود نكتب هادشي بكادة. هاي U ناقص واحد يساوي إكس أو كاري زائد إيكغيك أو كاري زائد إكس زائد إيكغيك كنعوض بزيد هاي ناقص إي زد بار هي عامل إكس ناقص إيكغيك ناقص إي ناقص واحد إي ناقص واحد أش كتساوي إكس أو كاري زائد إيكغيك أو كاري زائد إكس زائد إيكغيك نشرب إي ناقص إي إكس ناقص ناقص هي زائد اي او كاري ايكغيك اي ناقص ناقص هي زائد اف اي هي اي او كاري ناقص اي ناقص واحد هاي اي ناقص واحد تساوي اكس او كاري زائد ايكغيك او كاري زائد اكس زائد ايكغيك ناقص اي اكس اي او كاري ناقص واحد يعني ناقص ايكغيك ناقص اي ناقص واحد تافه كتساوي اكس او كاري زائد ايكغيك او كاري هاي زائد اكس ناقص ايكغيك. قرب دابا هادي جمعت هادي وهادي 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 نو جمعت دوك اللي بهاد المفهوم جمعت دوك اللي ما فيهمش اي جمعتهم في طرف بوحدو ناقص واحد هايا زائد ايكغيك ناقص اي اكس ناقص يشوف كاين هاي اي اكس هاي اي اكس هاي اي اكس ناقص اش كتساوي اكس او كاري زائد اي او كاري زائد اكس ناقص اي ناقص واحد زائد اي عامل اي ناقص اكس ناقص واحد عملت هنا باي شوفوا عملت هنا باي اي كاين اي هنا اي هنا اي اللي عملت باي درقه هاي اي غتبقى اي ندرقو هاد غتبقى ناقص اكس هاي نضربوا هاد اشنو هو عمي مخبي حدا اي لعب قاش قاش هو واحد غتبقى ناقص واحد تاقي هو في السؤال قال لك اي كاين تامي الاي ار عدد تخيلي صرفا يعني اش يعني الريال سمحوا لي قال لك هاي تانا قال لك اي ناقص واحد تانا اي ناقص واحد عدد تخيلي صرفا يعني اي ناقص واحد كاين تامي اي ار يعني الريال تاع اي ناقص واحد يساوي زائد نو الريال تاعها هي اكس او كاري زائد ايكغيك او كاري زائد اكس ناقص ايكغيك ناقص واحد يساوي زائد يعني اش هذيك كتحيك ملي كتكون عندك اكس او كاري و ايكغيك او كاري معادله دائره باش تلقى معادله الدائره كتجمع دوك اللي عندهم اكسات بوحدهم ودوك اللي عندهم ايكغيكات بوحدهم يعني اكس او كاري زائد اكس زائد ايكغيك او كاري ناقص ايكغيك ناقص واحد تساوي زائد تافقي قلت لكم كتشد هاد المعامل اللي كنحل على اكس كتقسمو على جوج كدير اكس كاين زائد زائد واحد على جوج من تو او كاري تافقي سمحوني مساحة هاد الصبرة باش نكمل لكم هنا تافقي كاين هنا زائد واحد على جوج كدير كتساوي مهم عقل كاين هنا زائد واحد لجوج كدير هنا كتساوي كاين هنا زائد واحد لجوج هنا غنديرو ناقص واحد لجوج الكل او كار زائد ايكغيك تا هادش كاين معامل حدا ايكغيك كاين واحد واحد غنقسمو على جوج يعني غاتجيني ناقص واحد على جوج من تو او كار تا هنا غندير زائد واحد على جوج من تو او كار ديما كتقلب هاد الاشارة ناقص ولا زائد هاي زائد ولا ناقص ولكن اقوس تافقي ناقص واحد هاي
شوفوا واش درت، شديت هاد المعامل اللي كيحتل اكس لي هو واحد صنتو على جوج، هنا درت العكس تاعو ناقص واحد ليش وكار، شديت هاد المعامل حدا ايكغيك قسمتو على جوج وزدت هنا واحد ليش الكل وكار، هنا كتقلب اشارة ولا زائد، شوف كانت زائد ولا ناقص ولكن ناقص مع الاقواس، هنا كانت ناقص ولا زائد ولكن زائد تاهي مع الاقواس، حنا مكنكتبوش زائد، حنا مكنكتبوهاش في المعاصرة باينة. واش متافقين لحد فهاد ولا لا؟ متافقين الوغ اش غتولي هاديك التكال هاي اكس زائد واحد على جوج الكل او كاري زائد ايكغيك ناقص واحد على جوج الكل او كاري ناقص واحد كتساوي هاد واحد على ربعة زائد واحد على ربعة هاهي واحد على جوج او كاري واحد على ربعة زائد واحد على ربعة متافقين غنكملو هنا اش كتكافئ لينا هاد هاي هاد إكس خاص معادلة الدائرة غنذكركم معادلة الدائرة سمحوا لي نذكركم معادلة الدائرة هي اللول معادلة الدائرة كتكتب على شكل إكس ناقص أ الكل أو كاري زائد إيكغيك ناقص بي الكل أو كاري كتساوي أل أو كاري خاصها شكون ناقص هنا مكيناش ناقص يعني خاصك تبينها ألوغ أش غدير كتكافئ لك إكس ناقص ناقص واحد على جوج الكل أو كاري هاهي سيدي زائد إيكغي ناقص واحد على جوج من تو أو كاري أش تتساوي هاد واحد غتسيفطو للطرف لاخر غتبقى واحد على ربعة زائد واحد على ربعة زائد واحد هاد واحد سيفطو للطرف لاخر ولا تتكافئ ليا إكس ناقص واحد على جوج الكل أو كاري زائد إيكغي ناقص واحد على جوج الكل أو كاري كتساوي واحد من المقامات مقام واحد هو أربعة واحد مقام واحد هو أربعة يعني هنا أربعة فاش ندور في واحد يعني غتبقى هنا واحد زائد واحد هاد واحد هي غضربها في أربعة لحقاش هاد واحد راه على واحد واحد بحال قلت لنا زائد أربعة ولا حسبوها في كالكو دير واحد على أربعة زائد واحد على أربعة زائد واحد اللي مكيعرفش واحد المقامات متافقين واحد زائد واحد جوج زائد أربعة ستة هادي كاملة غنبلاصيها بستة على ربعة إذا أش كتساوي هاي كتكافئ لك إكس ناقص ناقص واحد على جوج الكل أو كاري زائد إيكغيك ناقص واحد على جوج الكل أو كاري كتساوي خاص نورمال خاصها تكون إر أو كاري هادي ستة على ستة على ربعة الكل أو كاري هاهي جدر ستة على جوج من تو أو كاري دابا ربعة وديتها جوج أو كاري ستة ما كاينش حاجه فشي حاجه تعطيني 6 انا غندخل الجدر واش متفقين ولا لا هاد الربع ديتها جوج اوكار هاد الربع رديتها جوج اوكار هاد 6 دخلت على الجدر باش تدخل على الاوكار باش تولي بحق باش تولي بحق جدر 6 اوكاري على جوج اوكار اللي هي جدر 6 على جوج الكل اوكار واش متفقين لحد دابا في هادو ولا لا شوف هاد 6 دخلت على الجدر والاوكار حقاش ستة مكاينش حاجة تعطيني مكاينش حاجة فشي حاجة تعطيني ستة هادشي علاش متافقين دابا ملي وصلنا لليل شنو نقول مجموعة النقط هي الدائرة التي مركزها أوميغا ذات إحداثية ناقص واحد على جوج واحد على جوج بحال هادي اوميغا ذات الاحداثية مركز الساعة ا بي يعني هنا اوميغا اش كاين ناقص واحد على جوج واحد على جوج هاي وفهمي حدا فات ولا لا هاي وشعاعها ار يساوي جدار ستة على اثنان لي هي هادي خاصك تكون ار اوكا شعاع هو ار لي هي هاي هادشي كندير ليكم لحد دابا راكم قريتو في السيزيام هاد المواد الدائرة تابعين لحد دابا فهادي تابعين لحد دابا فهادي هادي مركزها تابعين دابا وصلنا لإنشاء المجموعة كي غنبداو نشوفو المجموعة نوريكم سمحو ليا بزاف الصبر نوريكم كيفاش تنشئو المجموعة دابا تيبو معايا كيفاش تنشئوها دابا أنا معنديش بركار تيكون عندي بركار إن شاء الله وغنوريكم كدير غتاخدو أن مال أن غوبيغ أوغتونوم واحد المعلم متعمد موظف سمحو ليا أقل المعطيات وغنمسح هاد لي دومي
بصح امسح عمر خلي المعطيات اللي هاد اليوم هاد غتحاول ما امكن دير اكس ايغريك هنا دير هنا اي جي دير هنا واحد جوج ثلاثة كلشي كيعرف فيكم الرقم معنا واحد جوج ثلاثة ناقص واحد ناقص جوج ناقص ثلاثة هنا ناقص واحد ناقص جوج ناقص ثلاثة اش عطيك مركز ساعة ناقص واحد لجوج واحد لجوج ناقص واحد لجوج في جي في اكس هاي ناقص واحد لجوج ايه واحد لجوج في جي ايغريك هاي هاد اكس كتكتب بحق نورمال اوميغا اكس ايغريك واحد لجوج في ايغريك يعني في المحور تاع ايغريك ها واحد لجوج يعني هادي اوميغا غنلاقيهم غنلقاو هادي اوميغا هاي وش هو تاعي درت على جوج انت دابا تجي دير 6 على جوج كدير ليها تبو معايا مزيان غتحسب في الكالكول غا 60 دو 6 سور 2 غنلقاه هي 1.22 يعني تقريبا 1.25 يعني 1.25 يعني 1.25 تبو معايا غنوريكم واحد الميثود بسيطة 1.25 مين غتجي في هاد المعنى العتام ديال ها واحد العتام ديالنا واحد ونص غادي هنا فين تقريبا 1.25 تقريبا واحد ونص هنا فين غادي 1.25 هنا هادي 1.5 هادي واحد ونص 1.50 هنا فين غادي 1.25 هاد دابا اش غادير غادي دير سيدي بيركا غتعبر من الزيرو دير 1.25 واش غنبقى محتفظ بنفس الفتحة بنفس الفتحة بنفس الفتحة قلت لي سني بركا باش عبر من زيرو حتى 0.25 اللي يجدر 6 على جوج تعتبر بالبركا تعتبر بالبركا حتى الشواع تاعه هو يجدر 6 على جوج اللي هي 1.25 غادي دير ديك تعتبر بالبركا واش غنبقى محتفظ بنفس الفتحة كي قلت لكم وغادي عند اوميغا ودور دائرة ودور دائرة ملي غدور دائرة غتمثلك دائرة مركز الساعة وهذا هو التراسمو والشعاع تاعها هي ديك اللي حسبتي هي هادي هي اللي حسبتي هو يجدر 6 على جوج دابا نعاود نكرر لكم مخصنيش ندير 6 على جوج في كالكي غتجيك 1.24 يعني 1.25 هي غتجي دير سيدي بيركا كلشي هادوك بيركا غتعبر من الزيرو حتى 1.25 وتبقى محتفظ بنفس الفتحة تاع البيركا ملي غتعبرها غادي عند مركز اوميغا غتحط البري تاع البركا هو ترسم دائرة ولكن الفتحة اللي كنتي محتفظ بها قويلة واش دابا متفاهمين ولا لا قلت دابا انا على بعد دي البركا ان شاء الله ملي ان شاء الله ان شاء الله ملي ولادي البركا ديك الساعة نوريكم كيفاش ترسمو متفقين لحد دابا في هادي ولا لا جاوبوني متفقين لحد دابا في هادي ولا لا متفقين دابا غندوزو للسؤال الثاني ب ب دابا بصح حسب وراه دوز لب ب دابا اش قالك ب قالك او ناقص اثنان عددا حقيقيا او ناقص اثنان عددا حقيقيا تبو معي اول حاجة خصنا نحسبو او ناقص اثنان اش كتسير U عطيك هي Z ناقص E عامل Z بار زائد واحد ناقص اثنان قدشة هي Z Z بار ناقص زائد Z في واحد هي زائد Z ناقص E Z بار ناقص E ناقص اثنان هذه U ناقص اثنان شو كتصير غادي نضع Z تساوي X زائد Y أي زد بار تساوي اكس ناقص اي ومنه زد زد بار كي تكون بيدا كتساوي اكس او كار زائد اي او كار تافق يعني زد في زد بار او ناقص اثنان تساوي اكس او كار زائد اي او كار زائد زد اللي هي زائد اكس زائد اي ناقص اي زد بار كني زد بار
ديال عامل اكس ناقص اي دريد ناقص اي ناقص اثنين. وبدا الحد بوالف قطع عوض تعوض اش كتساوي؟ اكس او كاري زائد اي دريد او كاري زائد اكس زائد اي دريد. هتشرب هادي اي ناقص اي اكس ناقص ناقص هي زائد اي او كاري اي دريد ناقص جوج. اش تساوي؟ اكس او كاري زائد اي دريد او كاري زائد اكس زائد اي دريد. حد برك نحسب ناقص اي اكس اي او كاري هي ناقص واحد غتبقى ناقص اي دريد ناقص اثنين. دابا اش غدير؟ غتجمع دوك اللي عندو عدد حقيقي بوحدو لي بارتي يعني جزء حقيقي بوحدو وجزء تخيلي بوحدو دوك اللي مضروبين في اي غتصيفطهم في الطرف بوحدو. في كاينه كاينه اكس او كاري زائد اي او كاري زائد اكس ناقص اي دريد هاي زائد اي. سمحوا لي مازيدش حقا ناقص جوج تاني مقربة تاني زائد اي اكس ناقص اي دريد. سمحوا لي عافاكم راني عندنا خصني مساحة باش نعاود نكتب لكم اش تساوي اكس او كار زائد اي دريد او كار زائد اكس ناقص اي دريد ناقص اثنان زائد اي دريد هاي اي دريد ناقص اي اكس هاي اي اكس. شافتي غنعمل دابا هنا غادي او ناقص اثنان اش كتساوي؟ اكس او كاري زائد اي دريد او كاري زائد اكس ناقص اي دريد ناقص اثنان زائد اي عامل اي دريد ناقص اكس هاي. شافتي دابا اش قالك؟ دابا قالك او ناقص جوج عدد حقيقي يعني او ناقص اثنان ينتمي الى ار يعني الا كان ليماجينير تاع او ناقص اثنان يساوي صفر. شنو هو ليماجينير تاعك؟ هاو هو اكس ناقص اي دريد ناقص اكس يساوي صفر. شافتي يعني اي دريد كتساوي اكس اي دريد كتساوي شناهو؟ هو المنصف الاول هادي مجموعة النقط هو المنصف الاول الاول ولا شطات تكتب هو اما تكتب هو المنصف الاول هو المنصف الاول يعني لو بروميير بيسيكتريك بيسيكتريك ولا شطات تكتب هو المستقيم دو معادلة إيكغيك كتساوي إكس. أنا غنرسمو ليكم بصح الصنفو هاكا كيمشقو غنشقو غنشقو غترسم على متعامل واحد غتشد هدا إكس هنا إيكغيك المنصف الأول صورة صفر هي صفر صورة واحد هي واحد غنلاقيو صورة اثنان هي اثنان غتلاقيهم بين هي كيفاش كترسم بينها صورة ثلاثة هي ثلاثة هاي ثلاثة نديروها بحال هكا هاي وغتحاول تشد ميسطر وتلاقي النقاط هادي اللي رسمتي غتجي بحال هكا وغتسطر طول لتحت هذا هو المنصف الأول اللي هو المستقيم ديال المعادلة اللي قال كتساوي إكس. متافقين لحد دابا في هادي ولا لا؟ متافقين نتمنى واحد الوقت تكونوا فهمتوني في هاد الحصة هادي ان شاء الله في الحصة المقبلة ان شاء الله غنحاول ندير لكم واحد مجموعة نقاط اخرى ان شاء الله تمارين اخرى في مجموعة نقاط. يلا خليكم دابا في امان الله.